هل هناك فرق بين الطائفة الناجية والطائفة المنصورة؟ أم هي أسماء الفرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة السلفيون؟ هناك فرق بين الفرقة الناجية هو يسأل عن إيش؟ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لا هم هو لا فرق بينهم، الطائفة الناجية هي المنصورة، لا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، فهما وصفان لفرقة واحدة. واللي يفرق بين الناجية والمنصورة هذا جاهل ما يدري، أو ابتدع هذا القول من عند نفسه لم يسبق إليه. فلا فرق بين الطائفة المنصورة والطائفة الناجية، صفتان لفرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة.